ايه الحكايه وايه الموضوع؟ معانا الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. ايه اللي حصل لجرام الذهب في الكام يوم اللي فاتوا؟ هو حضرتك فعلا زي ما حضرتك قلت كان تحت ال 1800 بقاله فتره الذهب، الا ان طبعا الولايات المتحده الامريكيه لما سحب اوصت بسحب رعاياها والدول الاوروبيه، فده يعني وطبعا حاله الاحتقان الشديده جدا جدا والترقب لحدوث حرب ما بين مش بس اوكرانيا، لا ده ما ننساش ان اوكرانيا هي البوابه الشرقيه لاوروبا وممكن بعد كده تحدث حرب تدخل فيها عده دول، فده طبعا رفع الذهب فجاه مش ل 1850 ل 1860، ومع توقعات طبعا بمزيد من الارتفاعات لان احنا متوقعين انه يتخطى ال 1900 بمنتهى السهوله. حضرتك متوقع دقيقه واحده يا فندم معلش عشان انا الحاجات دي بقف عندها، حضرتك متوقع ان احنا نشوف اونصه فوق ال 1900؟ حضرتك يعني انا دايما بقول انا ما عنديش سقف ارتفاعات بالنسبه للذهب، وما عنديش ان انا اقول ده اخر سعر هنجيبه، لو من سنتين ثلاثه حضرتك قلنا ان الذهب هيجيب 820 جنيه زي ما النهارده ب 815 سعره في السوق، كنت حضرتك هتقول الكلام ده غير معقول. لا الذهب ممكن هيجيب ال 900 و950 وبمنتهى السهوله، اللي هي لو عدت ال 2000 دولار بمنتهى البساطه الذهب هتلاقيه ب 900 900 وقيت ايه يا فندم اللي فوق 2000 دولار؟ ده احنا ما شفناش الوقيه دي فوق 2000 دولار من الثمانينات. لا يا فندم وصلت 2070 دولار، ده الكلام ده من حوالي سنتين، وصلت لغايه 2070 ومتوقع انها لو حصلت يعني دق طبول الحرب فعلا انها تتخطى ال 2000 دولار وتعدي كمان ال 2000. طب احنا شفنا جرام الذهب عندنا لان المصريين طبعا يعشقون الذهب وجزء كبير من مشترياتهم ناس بتحب تشتري الجرام زايد 10 جنيه و12 جنيه في الكام يوم اللي فات؟ زاد 15 جنيه بالظبط، بالظبط زاد 15 جنيه في خلال 24 ساعه. انما هل متوقع؟ لا متوقع طبعا ممكن يزيد عن كده كتير قوي يعني، وتحصل قفزات مش مجرد زياده 30 دولار ولا حصل يوم الخميس انه زاد 30 دولار في ظرف ساعه زمن بالظبط. فممكن لا تحصل زيادات وزيادات قويه جدا، لان طبعا احنا عارفين الذهب هو مخزن قيمه بالنسبه للافراد وللدول ايضا، واحتياط استراتيجي للدول وللافراد ومركز قوه للاقتصاد، ونجد ان الولايات المتحده الامريكيه هي اعلى احتياطي استراتيجي للذهب في العالم. هو السؤال المهم اللي اغلب الناس وهي بتسمع حضرتك دلوقتي بتساله، هو انا النهارده اشتري ولا ابيع؟ لا اشتري طبعا، اشتري الذهب. انا الذهب عمره ما بيزعل حد، من ايام ما كان في الستينات جرام ال 21 حضرتك بجنيه جرام، وفي الخمسينات كان مش بالجرام كان بالدرهم 3 جرام و12%، وكان الجرام بيقعد بحوالي 25 قرش لغايه اما وصل لغايه 985. هو بس علشان نوزن بس الكلام، احنا السنتين اللي فاتوا دول الذهب زعل ناس كتير. لا زعل ناس يعني حضرتك لما يعني مثلا يوصل لغايه 800 815 وينزل لغايه ال 800 يعني يغلى مثلا 50 جنيه او 100 جنيه وينزل 10 جنيه، هل تعتقد ان هذا يعتبر انه زعل حد؟ انا لا اطلاقا. الذهب طب هو جنيه الذهب يعني انت متوقع ان الجنيه يكسر ال 7000 جنيه؟ وايه المانع؟ ايه المشكلة؟ لا أنا بقول أنا يا فندم أنا ما قلتش في مشكلة والله، أنا بس أصل رقم ال 7000 ده في الجنيه الذهب يعني مهم بالنسبة لناس كتير. بالعكس يا فندم ده ممكن يتخطى كده كمان، يعني ممكن يتخطى ال 7000 جنيه، يعني مش يعني ممكن لو ويت الذهب عدت ال 2000 دولار هيبقى الذهب طبيعي جدا جدا ب 900 و900. والله يا فندم أنا فاكر قريب كنا بنجيب جنيه الدهب ده علشان واحنا رايحين اي فرح او اي عيد ميلاد 1500 1600 جنيه، النهارده بسبعه يعني الاول كنا نجيب 2 جنيه ولا حاجه، النهارده هو ديته هو جنيه واحد. يعني دي اسعار، وانا برضو بكرر تاني يعني احنا ما عندناش سقف او اخر مدى لارتفاع الاسعار، لا والذهب دايما بنقول استثمار جيد، استثمار امن، استثمار ناجح منذ الستينات ولغايه يعني طبعا لا استثمار بس جيد بس هو الدهب طبعا حضرتك يعني عارف طبعا انه مش عنصر مضاربه، هو الدهب بيتجاب للزمن يعني
للزمن واستثمار جيد جدا للدول. يعني رؤيه القياده السياسيه لمدينه الذهب ومصفات الذهب والتنقيب عن الذهب، لان مصر غنيه جدا جدا وعندنا مناطق غنيه جدا جدا واحتياط استراتيجي قوي جدا. احنا الذهب مش موجود عندنا في السكري بس حضرتك اللي هو من اكبر 10 مناجم على مستوى العالم، لا احنا عندنا مناطق تانية فيها كميات كبيره جدا. ودايما بنقول ان جولد ايكوال ماني، الذهب هو السلعه الوحيده المعتمده في جميع انحاء العالم. وطبعا لو ما حصلش حرب وربنا هدى الناس كلها، وده شيء يسعدنا في مصر، ان احنا عندنا موضوعين مهمين جدا في اوكرانيا، ملف القمح وملف الغاز، لو الموضوع ده هدي خلاص الدهب ما ينطش. يعني برضه في عامل تاني قوي جدا قد يؤدي الى ارتفاع الذهب، ان البنك الفدرالي الامريكي بقاله فتره بيقول انا هرفع الفايده، اخر قرار ليه قال لك انا 50% هرفع و50% مش هرفع، يعني ممكن برضو على هو قال هيرفع مرتين ثلاثة كمان مش مرة واحدة، ثلاث مرات، لكن آخر كلام قال لك الاحتمالية هي 50-50، يعني ممكن. ومع ارتفاع التضخم لأعلى نسبه في الولايات المتحدة الأمريكية، فده بيؤدي بقوة لدفع بغض النظر عن أزمة أوكرانيا، بيؤدي إلى مزيد من برضو من الضغط على الذهب. فبرضو في عوامل كتير جدا جدا بتؤدي إلى برضو ارتفاع الذهب عالميا. الأستاذ ناجي فرج مستشار وزير التموين شؤون الذهب، بشكرك شكرا جزيلا.